قبل تعليق الدراسة ب 16 مارس 2020، وبالتالي فإن إقرار سنة بيضاء أمر مستبعد تماما. رابعا، التعليم عن بعد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعوض التعليم الحضوري، لكنه كان الحل الوحيد والأمثل في الظروف الاستثنائية التي نعيشها لضمان الاستمرارية البيداغوجية. خامسا، ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين. سادسا، مراعاة تفاوتات الحاصلة بين الأسر في مجال تأطير ومواكبة بناتهم وأبنائهم وتوفير الظروف المواتية لمتابعة دراستهم بانتظام. وأخذا بعين الاعتبار هذه المحددات، قررت الوزارة عدم التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية إلى غاية شهر سبتمبر المقبل، والاقتصار فقط على تنظيم امتحان الباكالوريا والذي يهم السنتين الأولى والثانية باكالوريا من خلال إجراء الامتحان الوطني للسنة الثانية باكالوريا في خلال شهر يوليوز 2020، إجراء الامتحان الجهوي للسنة الأولى باكالوريا خلال شهر سبتمبر 2020، وضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين، ستشمل مواضع امتحانات حصريا الدروس التي تم إنجازها حضوريا إلى حدود تاريخ تعليق الدراسة، أي إلى حدود 14 مارس 2020، وبهدف تمكين المترشحات والمترشحين من اجتياز هذه الامتحانات في أحسن الظروف، ستتم برمجة حصص مكثفة عن بعد للمراجعة والتحضير الامتحانات بالنسبة للسنتين الأولى والثانية بكالوريا. وفي هذا الإطار، وحفاظا على صحة المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية والأطر المشرفة على تنظيم هذا الامتحان على وجه الخصوص وكافة المواطنات والمواطنين على وجه العموم، ستعمل الوزارة على تفعيل التدابير التالية: اتخاذ إجراءات الوقائية الضرورية، تعقيم مختلف مرافق المؤسسات التعليمية عدة مرات في اليوم، وتوفير الكمامات الوقائية ومواد التعقيم وأجهزة قياس الحرارة، والعمل على احترام التباعد الاجتماعي والتخفيف من أعداد المترشحين بكل قاعة، ثم اتخاذ إجراءات تنظيمية اللازمة من إعداد للمواضع وتدبير لمختلف عمليات الامتحانات واستعمال لفضاءات شاسعة كبعض المنشآت الرياضية وتدبير لإيواء وإطعام وتنقل التلاميذ. أما بالنسبة لباقي المستويات الدراسية، فسيتم احتساب نقط فروض المراقبة المستمرة المنجزة حضوريا. كما ستعمل الوزارة على مواصلة تفعيل استمرارية البيداغوجية إلى نهاية السنة الدراسية لفائدة هذه المستويات، من أجل استكمال المقررات الدراسية وتوفير الدعم التربوي اللازم، عبر الحرص على استمرارية عملية التعليم عن بعد، وذلك من خلال مختلف المنصات الرقمية والقنوات التلفزية والكراسات التي سيتم توزيعها. وهنا ينبغي التأكيد على أن الموسم الدراسي الحالي لم ينتهي بعد، وأن المحطات المتبقية تكتسي أهمية بالغة في المسار الدراسي للتلميذات والتلاميذ، كونها ستؤثر إيجابا على فرصهم في مواصلة دراستهم مستقبلا في أفضل الظروف. لذا أدعو التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية والأسر إلى المزيد من التعبئة والانخراط في إنجاح المحطات الأخيرة من الموسم الدراسي الحالي، والتعامل بجدية ومسؤولية مع المحطة المخصصة للدعم والتقوية، وذلك من أجل تمكين بناتنا وأبنائنا من اكتساب المعارف والكفايات التي ستؤهلهم لمتابعة دراستهم في السنة المقبلة بشكل عادي، ووفق التدرج البيداغوجي اللازم وتجنيبهم التعثرات التي يمكن أن تصادفهم مستقبلا. وفي هذا الصدد، ستخصص الوزارة كذلك شهر سبتمبر المقبل لاستدراك والدعم التربوي الحضوري، سعيا منها لتقوية مكتسباتهم وتمكينهم من متابعة دراستهم في الموسم المقبل في أحسن الظروف. سيدات والسادة المستشارون المحترمون، إن